السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنوري لكم كيفاش كنديروا الراندا في الكمام. بالنسبه للكمام اللي كنت حطيت لكم الدرس ديالهم شحال هذا، فكانت فيهم الراندا وكانوا الاخوات كيسولوني على كيفاش كنديروا الراندا باش كتجينا على هذاك الشكل. وغادي نوري لكم ان شاء الله حتى الراندا ديال السلسول بالعقيق اللي حطيت لكم في اخر فيديو كيفاش نخدموها في الكمام. فبقاو معايا نبداو بسم الله. نبداو بالراندا عاديه كيف ما كانت. غنخدم انا بهذا الحرير على ثلاثه الشعرات، غنخدم بالبره النمره 6 او النمره 5 بحال بحال. بالنسبه الى كانت عندنا الراندا غاديه عاديه يعني ما كنخدموش على الخوا، غنوري لكم الطريقه كيفاش كنخدموها. انا هنايا غادي غير غندير غير شي ربعات الضربات غير باش نوري لكم كيفاش كنخدموها. نشد هنا في التوب، نديرو بناء الغرز. بالنسبه ملي تتكون عندنا الراندة في الكمام فما كنلاقيوش لكم، كنخدموا الراندة هي الاولى عاد كنلاقيو. العكس ديال الا كان عندنا غير الدرس، الا كان الدرس فكنلاقيو لكم عاد كندرسو فيه. ندير هنا بناء الغرز، حتى كنحددو القياس اللي حنا عندنا في الراندة اللي بغينا. كنبقاو غاديين بهذه الطريقة حتى نكملو القياس اللي حنا باغي نديرو في الكم. هنا غندير لكم غير بعض الضربات، غير بغي نوري لكم الطريقة. وهذه الطريقة يمكن لكم تطبقوها على أي شكل بغيتو ديال الراندة. نزيد هاد العوينة، صافي هنا أنا كملت ربعة العوينات. من هنا نقرب لكم أخواتي، ملي تنكملو القياس اللي حنا بغينا. أنا درت هنا ربعة، ها وحدة جوج ثلاثة أربعة. دابا ملي نبغي ندور لهنا كنعاود نخدم هنا في نفس هاد العوينه باش نعاود ننزل مع هاد العوينات هادو. صافي دابا هنا كنحاول نشدو بشي فنيته نخدم هاد العوينات هادو. صافي نشد هنا في التوب ونعاود نرجع. بالنسبه لهنا راه نتوما تديروا الراندا اللي نتوما باغين تخدموا، اي شكل باغين تخدموه كتخدموه هنا. بغيتوا ديروا راندا عاديه كديروها، بغيتوا ديروا راندا بالعقيق كديروها. المهم خاصنا نعرفوا غير كيفاش نخدموا هاد الحاشيه هادي اللي هنا من جهه الخوا. من جهه التوب راه كنبقاو نخدموا عادي، ولكن ملي كنوصلوا لهنا لهاد العوينه الاخرى، دابا ملي غنبغي نخدم هادي غنلوي هنا على البره جوج لويات على هاد الشكل. في الاول تجينا شويه الخدمه صعيبه، غير كنخدموا فيها شويه صافي وتتسهل لينا. هذه هي الطريقه اخواتي اللي تنقول لكم. ملي نوصلوا هنا الحاشيه العوينه الاخرى لويو على البره جوج لويات صافي ورجعوا عادي. يعني هنا كنلويو غير لويه وحده صافي. ترجعوا مع الراندة ديالنا اللي حنا خادمين كيف ما كانت. نشد هنا في التوب عادي، نعاود نخدم هاد الراندة اللي عندي هنا. هنا راه كنخدموا الراندا اللي مطلوبه لينا ملي كنوصلوا لهنا لهاد العوينه الاخرى غنلوي على البره جوج لويات. هذه هي الطريقه اللي كندير انا باش ملي كتخدم الراندا في الكم كتجينا من هنا غاديه مطلوقه بحال هنا بحال هنا، ما كتجيناش من هنا مجموعه. صافي نعاود نرجع في هاد الراندا هادي. انا هنا درت هاد الراندا غير باش نوري لكم. بالنسبه لكم نتوما غتكونوا دايرين الزواقه اللي نتوما مطلوبه لكم.
صافي نشدو هنا في التوب، ترجعوا في الراندة ديالنا، ملي نوصلوا لهنا كنلويو جلويات صافي، ونرجعوا عاوتاني بهذه الطريقه اللي كنديروا هنا، كتجينا الرانده غاديه مقاده. وحتى ملي كنبغيو ندرسوا فوق هاد الرانده فكنصيبوا هاد العوينات هادو، الى لاحظتوا ها نتوما كدوز منهم الابره والخيط، وخنديروا الدرس على ثلاثه الشعرات. المهم هاد العوينات تيكونوا واسعات، كنخدموا فيهم الدرس عادي بلا ما تقطع علينا الرانده. صافي كنشدو في التوب ونرجعو نخدمو الراندة ديالنا كيف ما كانت عادي. وملي نوصلو للحاشية، العوينة اللخرة هي هادي اللي في الحاشية، غنلوي على البرا جوج لويات صافي، ونرجع عادي. المهم هادي هي الطريقة اخواتي اللي تنقول لكم دائما في التعاليق. انا هاد الفيديو درتو غير باش نوضح للاخوات شي اسئلة كيسولوني على هاد الراندة. المهم هذه هي الطريقه اللي كنقول لكم، كنخدموا الرانده ديالنا عادي كيف ما كانت. وملي نوصلوا للحاشيه لهنا، العوينه الاخرى غنلوي جوج لويات صافي، ونرجعوا نخدموا عادي بهذه الطريقه. كدور لينا الرانده مقاده، وكنخدموا الدرس بلا ما كتقطع لينا الرانده، وخا نخدموا الدرس حتى على ثلاثه الشعرات. ممكن نخدموه بلا ما كيمحلناش وما كتقطع لنا الراندة لا والو. المهم هذه هي الطريقه. اخر عوينه لوي جوج لويات على البره، ونرجع عادي. بالنسبه لهنا انا درت هذه الرانده غاديه عاديه، نتوما يمكن لكم ديروها مزوقه، يعني ممكن لكم ديروا فيها الجاكار، ممكن لكم ديروا فيها الكوزه، يعني داكشي اللي نتوما مطلوب لكم اولا اللي عندكم في نصف الثوق راه كتعاودوه في لكم. المهم هذه هي الطريقه كيف ما كانت الزواقه، ديروا لها هذه الطريقه في الحاشيه الوجلويات، كتمشي لكم الرانده غاديه مقاده معكم، وكيجيو هاد العوينات واسعات يمكننا نخدموا فيهم الدرس عادي. المهم هذه هي الطريقه اخواتي، دابا غندوز معكم غنوري لكم كيفاش نخدموا الرانده اللي درت في اخر فيديو ديال السلسول بالعقيق. الاخت اللي بغاتو انا غنوري لها كيفاش تخدمو، وغنوري لكم بصفه عامه ملي تكون عندنا الرانده خاصنا نخدموها على الخوا، يعني ما كاينش فين نشدو. غنوري لكم الطريقه ديالي كيفاش كندير. كنشد الحرير اخواتي اللي انا باغا نخدم به، كنبرم واحد ثلاثه الخيوطه على اربعه الشعرات، انا برمت جوج، غنوري لكم كيفاش نبرمو هاد الخيط الثالث. هي راه كنشدو في رجلينا، غير انا باش نوري لكم شديت هنا في البرا، تنديروا الحرير على كملو على اربعه الشعرات، وغنبرمو بحال البريم ديال الخدمه، غير هي البرمه الاولى كنبرموها مزيان باش ما كيبقاش لنا الحرير محلول. كنبرمو هاد البرمه الاولى في اتجاه واحد، وملي كنزديهم كنديروا العكس. تنجروا شويه الخيط صافي، ضروري ملي تكون عندنا الراند على الخوا كنديروا هاد الضفره هادي. انا برمت هاد ثلاثه الخيوط على اربعه الشعرات، غنجيب خيط عادي في اللون ديال الحرير، اولا خيط ديال الحرير كنبرموه حتى هو رقيق مزيان. غنهز هاد العوينات هادو ديال هاد الحرير، تنهزوهم بثلاثة، انا هنا تاني هاد الخيط على جوج بحال ديال الحرير، غنهز هاد العوينة هادي غير باش نجمع هاد الخيوطة بثلاثة، كنجمعوهم على هاد الشكل، كنعقدو هاد الخيط من هنا، صافي هاد الخيط تنعقدوه واحد العقيدة من هنا غير باش نشدو به هنايا بهاد الطريقة. انا غير كنوريكم دابا كيفاش ديرو، بالنسبة لكم نتوما ديرو الطريقة اللي تجيكم، الطريقة اللي تجيكم مريحة، وتبداو تضفرو. هنا غنبدا نضفر هاد الخيوطة ضفرة عادية،
يعني راه ساهله. بالنسبه للاخوات اللي يسولوني كيفاش نديروا الضفره، راه هذه هي الضفره، راها ساهله، غير كتبرمي من نفس الحرير اللي غتخدمي به، كتبرمي الخيوط على اربعه الشعرات، كتبرميهم بريم مزيان في الاول باش ما كيبقاوش محلولين، صافي كتزديهم من الراس بشي خويط في نفس اللون، لان غنبداو من هنا باش تجينا الخدمه نقيه، صافي وكنضفروا عادي. بحال الضفره ديال الشعر كنبقاو نضفروا. كنرجعو هنا وكنضفروا. ملي كطوالينا الضفره كنشدو هنا وصافي، كنبقاو نضفرو حتى تنكملو القياس اللي حنا باغيين، يعني الطول ديال الكم كنبقاو نضفرو ونقيسو على الكم، ملي تنكملو القياس كنحبسو. المهم انا غنزيد نضفر شويه ونرجع ليكم. صافي ملي كنكملو الضفره دابا غنبداو نخدمو الراندة اللي حنا بغينا نخدمو في الكم. بالنسبه لهنا انا غندير معكم التطبيق ديال الراندة ديال السلسول بالعقيق هنا في الكمام، لان طلبات ليا واحد الاخت نتمنى تشوف الفيديو وغنوري لكم كيفاش نديرو بصفه عامه الا كانت عندنا الراندة كتخدم على الخوا. المهم دابا غنجي لهنا، انا غنخدم هنايا هاد الراندة ديال السلسول باش يدوز ليا الحرير من العقيق جوج مرات، فغندير الحرير غير على جوج شعرات وغنخدم بهاد البره. بالنسبه للبره فراك كتجربوا البره اللي يدوز لكم في العقيق، انا هاد البره خدمت فيها فهاد العقيق، صافي غنخدم بها. هاد الراندة فيها غير ستات الغراز، غنعاود نشد هنا في الثوب باش كيولي عندنا هاد الخويط، غنرجعو فيه ونديرو بناء الغراز حتى نحدو القياس اللي حنا بغينا. انا هنا غندير ستة، بالنسبه ليكم نتوما راه غتشوفو نتوما الراندة اللي بغيتو، غير ملي كتكون عندكم الراندة كتخدم على الخوا كنديرو هاد الطريقه اللي وريت لكم دابا. كانت الراندة كتمشي وتراجعو بها عادي، يعني ما كاينش عندنا الخوا في الحاشيه، فر كنديرو الطريقه اللي وريت لكم في البدايه ديال الفيديو. غنبقى ندير في بناء الغراز حتى نكمل ست الغراز ونكمل معكم. تنحسبوا العوينات من هاد الجهه اللي غنخدموا منها، وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، انا درت سته. نتوما غديروا القياس اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو. تنجيبوا هاد الضفره هادي اللي ضفرنا، هاد الخويط هذا اللي كيبقى لينا هنا راه كنشدوه هنايا في شفنيته باش كيعاوننا في الخدمه. صافي نجي لهنا نخلي هاد شويه هنا ونشد هنا. كنثبتو هاد الضفره بشفنيته هنايا باش كتبقى مشدوده لينا، صافي وكنخدمو دابا عادي. نعاود نرجع في هاد العوينه باش نجيبها حتى هي لعند الضفره وننزل مع هاد ستة العوينات. ملي غنوصل للثوب غنشد هنا في الثوب ونحسب ها، وحده جوج ها ثلاثه، نركب عقيقه. دابا غنبداو الزواقه ديالنا، تندخل البره هنا في هاد العوينه هادي اللي عندي في القنت،
غير كندخل الابره ما كنحبك ما والو. نرجع هنا في العقيقه ونجي لهنا نحسب ها وحده جوج ونشد هنا في الثالثه ونكمل سطر عادي كنحاولوا نواسطوا هاد العقيقه تجينا الوسط. يبقى لينا هاد الخيط قد هنا قد هنا نشد هنا. ها نتوما عندنا هاد الضفرات هادو بحال اللي عندنا عوينات كنشدو فيهم ملي كيكون الثوب راه كنشدو في الثوب. دابا كنحسبوا هاد الضفيرات بحال العوينات غنشد في هاد الضفيره هادي ونرجع نخدم عادي. هاد الضفرات تجي عاطيه حتى منظر وملي كنبغيو ندرسو راه كندرسو فوقها وتجي زوينه. ملي نوصل لهنا غنعمر بربعة التعميرات وحدة جوج ثلاثة أربعة. نجي لهنا ندير ربعة وحدة جوج ثلاثة أربعة. هاد الراندة ديال السلسلة أخواتي راني درته معاكم من قبل في الجلابة اللي نازلة من الفوق حتى لتحت. إن شاء الله غنوري لكم كيفاش جات وغنوري لكم حتى الفتحة ديال العنق كيفاش جات بالطريقة اللي وريت لكم. انا هنا بغي نوري لكم غير كيفاش نخدموها وحنا ما عندناش ثوب في هذه الجهه. وريت لكم هذه الطريقه راه تطبقوها على اي راندا بغيتو كتخدم في الخوا. يعني بحال اللوايه ملي كنلويوها وكيبقى الخوا ما كنلقاوش فين نشدو فنديروا هذه الضفره. راه هي هذه راه سهله باش نصايبوها. كتصايبها غير بوحدك وتجي في الخدمه زوينه. المهم انا شديت هنا غنجي لهنا الوسط نعود نهز هاد الخويط نخدم فيه واحد الضربه ونجي لهنا لهاد العوينه اللي فوق هذه اللي خدمت فيها من قبل ونكمل السطر عادي. نشد هنا في هاد العوينه هذه اللي حدا اللي شديت فيها من قبل وننزل ملي نوصل لهاد الخويط نعمر بربعة الحبكات باش ما بدينا بالاول نبقاو متبعين حتى نكملو. ندوز لهاد الخويط الاخر نعمر بربعه وحده جوج ثلاثه اربعه. وضروري نضربو هاد الضربه هنا باش ملي كنرجعو كنشدو فيها. نشد هنا في الثوب كل سطر كتزاد لينا ضربه. دابا غنضربو جوج ضربات وحده وهاد العوينه اللي خدمت من قبل هي هادي كتجينا باينه ها جوج. نجي لهنا نشد عاوتاني الوسط نرجع في هاد الخيط نخدم هاد الضربه باش كنديروا هاد العلو هذا اللي عندنا هنا ونجي لهنا نكمل هاد العوينه اللي بقات ليا ونشد هنا ونعود نرجع عادي. ملي نوصل لهاد الخيط نعمر بربعة الحبكات واحدة جوج ثلاثة أربعة. ندوز لهنا عاود تاني ربعة واحدة جوج ثلاثة أربعة. وضروري نضربو هاد الضربة في الأخر صافي ونكمل. نشد هنا في الثوب الى لاحظتوا اخواتي هذا الخيط اللي انا جمعت به هذه الخيوطه كنشدو هنا بفنيته او لببره فراه كيعاوننا كيشد لينا هذا الفوق باش كنخدمو وحنا مرتاحين صافي. ملي نشد في الثوب نخدم هذه العوينات وحده جوج ثلاثه صافي. هنا غير نركب العقيقه نجي لهنا في الوسط نعود نرجع هنا في العقيقه ونجي لهنا لاخر عوينه بقات ليا. بالنسبه لهنا خاصنا فين نشدو. دابا كون ما درناش الضفيره ما نلقاوش فين نشدو. داكشي علاش درنا هذه الضفره باش نشدو هنا. دابا غنشد في هذه العوينه الاولى ونحسبها وحده نرجع نهز معايا هذا الخيط
ها جوج، نعود نهز هاد الخيط، ها ثلاثة، صافي. دابا غنزل مع هاد السطر، ولكن غنعوض الغراز اللي بديت بهم. انا عندي ستة، هنا خدمت ثلاثة، وهنا غنعوض ثلاثة. غنخدم في هاد الخيط وحدة، هنا غنخدم جوج، ها وحدة، ها جوج، صافي. وننزل مع السطر عادي، ومباشرة هنا كنبداو وحدة جديدة. غنشد عاوتاني في التوب، نحسبها وحدة، جوج، ها ثلاثة. وبنفس الطريقة دابا غنركبو عقيقة أخرى ونكملو. المهم راه هادي هي الطريقة أخواتي. إلا ما فهمتوش مزيان لهاد الراندة، غير رجعوا للفيديو اللي دايرة فيه هاد الراندة. كنحسبو هنا وحدة، جوج، ثلاثة. ترجعوا اخواتي للفيديو اللي درت فيه هاد الراندة وتفهموها مزيان. المهم هنا انا بغيتكم تعرفوا غير هاد الطريقه اللي كنديروا هنا بالنسبه لهاد الضفره. كنديروها الا كانت عندنا الراندة للخوا، ولا كانت عندنا الراندة عاديه فكنديروا الطريقه اللي في البدايه ديال الفيديو. المهم كندورو بهاد الخدمه مع هاد الضفره كامله حتى تندورو لهاد الجهه هذه. ملي كندورو اخواتي راه كنلاقيو هاد الضفره مع هاد الضفره هنا، وكندخلوها من الداخل. ملي كنلاقيو لكم فراه كندخلوها وكنخدموا فوقها واحد شويه وكنقطعوها. المهم ملي نكملوا نثبتوا هاد الضفره مزيان وندخلوها، نخدموا فوقها ونقطعوها، وراه كتجي زوينه. وملي كنخدموا فوقها الدرس راه كتضرق لينا هذيك الكماله ديال الضفره. المهم اخواتي هذه هي الطريقه اللي كندير انا. نتمنى ان هاد الطريقه تفيدكم وتجربوها، راه تجي في الخدمه ديال الراندة للحاشيه كتجي زوينه، في الراندة ديال الكمام او لا في الفتحة. المهم اخواتي نتمنى الفيديو يكون مفيد لكم، ونتمنى الشرح يكون واضح. وما تنسونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. مرحبا بكم في قناة تعليم راندة مع ام نعمة، واللي لقيتوها بغات تعلم الراندة ما تنسوش بارطاجيو معايا الفيديو. وشكرا لكم، وبسلام عليكم. نتلقاو فيديو اخر ان شاء الله.